أرجو إن حضرتك تتفضل ببقاء معنا. بتنضم لينا الفنانة سوزان نجم الدين. مساء الخير وكل سنة وإنتي طيبة. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. الله أكرم. أولاً مبروك إن المسلسل هيخرج للنور إن شاء الله، وهنشوفه كلنا، هنتابعه على شاشة دي إم سي. مصر كلها مستنياه، تشوقنا كتير من الأخبار اللي بنسمعها عنها عن المسلسل، واللي فهمناه من مهندس أحمد فايز مهندس الديكور إن أنتوا الحقيقة يعني اشتغلتوا في أكتر من موقع، تفاصيل العمل كتيرة ومجهدة. لو ممكن تكلمينا عن تجربتك في المسلسل ده، قد ايه اللي ميزها واختلافها وكانت شكلها ايه؟ أول شيء برجع بقول مساء الخير، كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. أنا كان لي الشرف الكبير إني شارك بعمل ضخم ومميز ومثير للجدل تاريخيا مثل المسلسل الحشاشين، وكانت تجربة متميزة جدا جدا. يعني أنا كان تواجدي في، ما فيني أحكي كثير تفاصيل عن الدور، ولكن الشيء اللي شفته من خلال المشاهد اللي اشتغلتها كان عمل ضخم جدا، في تفاصيل رائعة، قيادة حكيمة، قيادة متميزة فعلا من المخرج بيتر ميمي. أعتقد أنه حينتقل بهذا العمل إلى مستوى آخر من الأعمال التاريخية في العالم العربي. تفاصيل اللي شفتها من كل النواحي كانت متميزة وكانت مختلفة، فأتمنى فعلا أنه الناس تستمتع بمشاهدة مميزة لكاتب مميز كمان أستاذ عبد الرحيم كمال، وإنتاج متميز وقدير صرف كتير على هذا العمل، عمل ضخم من كل النواحي، كأفكار، كإنتاج، كإخراج، كممثلين، كنجوم، عمل متكامل. أعتقد أنه حيكون نقلة نوعية للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. العمل مسلسل الحشاشين الحقيقة مش بس هيعرض في مصر، ولكن هيعرض في روسيا مترجم. شايفة الخطوة دي إزاي، وإلى أي مدى ممكن موضوع يكون فيه خصوصية بمنطقتنا إحنا من العالم ممكن تجذب مشاهد واقعه وتاريخه مختلف تماما؟ والله هو العمل عالمي بصراحة، يعني مش بس ناطرته، يعني أنا سئلت عنه من كل مكان وكل الناس ناطرته، وفي كل مكان في الوطن العربي والعالم. يعني هاي المرحلة من تاريخنا كانت جدا فيها غموض وفيها إثارة وفيها جدل وفيها غرابة، فأعتقد بتهم كتير الناس اللي بيفهموا بالتاريخ أو اللي حابين يعرفوا أكثر عن هاي المرحلة، بتهمهم كتير. ففي ناس حتشوف هذا العمل من عدة نواحي أو من مناطق مختلفة، في ناس حتشوفه لتتابع تاريخيا شو صار، في ناس حتتابعه فنيا، في ناس حتتابعه إخراجيا، في ناس حتتابعه لنجومه، في ناس حتتابعه يعني هو من كل النواحي الناس ناطرته للحشاشين. فخطوة جميلة جدا وخطوة رائعة ومهمة أنه ينعرض بمكان مثل روسيا ويترجم أو يدبلج، وأعتقد أنه في ممكن يكون في أكثر من مكان في المراحل القادمة عالميا. يا رب إن شاء الله. إحنا نستحق، لأننا عندنا مواهب الحقيقة في كل المجالات الفنية، من كتابة لتمثيل لتصوير ديكور إخراج. الحقيقة كل عناصر العمل الفني عندنا فيها مواهب وأسماء كبيرة. العمل التاريخي اللي بالحجم ده، بالتفاصيل دي، بالصورة دي، مع التوقع وسقف التوقعات اللي بيعلى كل ما بنسمع أكتر عن هذا العمل، في رأيك الجودة، الصورة، الملابس، التفاصيل، وحضرتك يعني بعد ما لبستي اللبس كنتي في الديكور، وقفتي قدام زمايلك، وحاسه انه هيخرج بصوره تضاهي الاعمال التاريخيه اللي شفناها في بلدان اخرى حققت يعني مساحات من النجاح كبيره في عالمنا العربي باعمالها التاريخيه؟ انا بقول انه هو عمل منافس جدا ونقله نوعيه في تاريخ مصر التاريخي دراميا. اعتقد يعني هيكون العمل
يعني أنا اللي شفته واللي عشته يعني من تفاصيل كتير مدروسة تماماً. يعني دكتور بيتر كان جداً جداً دقيق في كل شيء، يعني في الملابس، المكياج، الشعر، الديكورات، الإضاءة. كان يعني أكيد هو مخرج العمل، هو أكيد حيكون حريص على كل التفاصيل، ولكن التفاصيل كانت جداً يعني متابعة بشكل دقيق وبشكل متكامل. الصورة كانت متكاملة. فدائماً نحن كفنانين تعرفي الهم الأكبر لإلنا أنه نكون بعمل كل عناصره متوفرة بأفضل شكل ممكن. فأعتقد هذا العمل كان موفر كل الطاقات من الإبداعية من كل النواحي. فإن شاء الله إن شاء الله يعني بده يعني إن شاء الله يكون فعلا مثل ما قلت نقلة نوعية ومميز ويستمتعوا فيه الناس. وأنا بدي أشكر كل إنسان اشتغل بهذا العمل من الفريق الفني ومن الفنانين. بدي بارك للنجم الكبير كريم عبد العزيز ولكل النجوم الموجودين بالعمل، وبارك لمصر بهذا العمل. يا رب يا رب يعني إن شاء الله يا رب بالنجاح. يعني ناطرين إن شاء الله، ناطرين مثلنا مثل الناس لنشوف نتائج بإذن الله تكون مبهرة وتكون جميلة وتكون إيجابية لكل الناس إن شاء الله. إن شاء الله تعبكم هيكون بفايدة وبالنجاح. وهل في مشاهد كانت بتجمع حضرتك بالفنان كريم عبد العزيز؟ والله للأسف لا. أوكي. للأسف للأسف، لأنه طبيعة الشخصية الأستاذ عبد الكريم كريم عبد العزيز طبيعة الشخصية مختلفة، فما فينا نقول تفاصيل عنها. فمشان هيك ما في لقاءات. لكن مين الفنان أو الفنانة اللي بتجمع حضرتك بيهم مشاهد أو أغلبية مشاهدك؟ هتشوفوا يلا قرب رمضان، يلا اليوم ولا بكرة الحلقة. لا إن شاء الله هنستمتع. وفي النهاية يعني كلنا ليلة رمضان بيبقى عندنا أمنيات ودعوات جوانا. إيه أهم الأمنيات سواء العامة أو الخاصة النهاردة بالليل وحضرتك بتستعدي لاستقبال شهر رمضان بكرة، بتدعيها من كل قلبك كسوزان نجم الدين الإنسانة والفنانة السورية والعربية؟ والله أول أمنية تخطر لي أنه أهلنا بغزة يعني يتعافوا ويتشافوا وترجع هالبلد العظيمة يعني مقدسة، ترجع لأصحابها وتتحرر هالأرض وترجع للحقوق لأصحاب الحق. هي أول أمنية فعلا من قلبي يعني. أمين يا رب. الأمنية الثانية أكيد بلادنا تكون بخير، بطلب الاستقرار والأمان لسوريا، لمصر، للبلاد العربية كلها. الأمنية الخاصة أنه نقدر نقدم من خلال الفن أعمال ترتقي إلى مستوى الطموح، إلى مستوى الإنسان، إلى مستوى الوطن بشكل عام، ونقدر نكون عن ثقة الناس دائما إن شاء الله. أمين يا رب. أشكرك شكرا جزيلا الفنانة سوزان نجم الدين، أشكرك على هذه المشاركة.